اوكي هذا سميناه redundant. هذاك ايش كان اسمه؟ redundant او over actuated. والثاني ايش كان؟ under actuated. over actuated لانه عملته انا 8 degrees of freedom. فاللي راح اعمله الان راح نبني روبوت، راح نركب روبوت على روبوت، واللي هو بستعمل الانستركشن كمان سيريال لينك. بس سيريال لينك هون ايش بنعمل فيه؟ بجيب سيريال لينك، سيريال لينك، وبحط سيريال لينك وسيريال لينك، والترتيب ايش راح يكون؟ راح يكون هذول اول جوينتس، وهذا راح ينشبك مع هذا من هون، راح ينشبك البلاتفورم. البلاتفورم انا ما راح ادخل بتفاصيلها من هون، بس اذا تطلع عليها هي 2 ديجري اوف فريدم. خليني اعمل ران لحد نقطة معينة. عفوا. الاكس والواي بريزماتكس، عملناهم بريزماتكس. لو انت جبت منصة الان والمنصة ركبت عليها مجرى بحيث انها تتحرك هيك، وكيف بدك تحركها؟ ايش المحرك اللي بده يحركها؟ شو بنقدر نعمل؟ بنقدر نحط عليه، ممكن لينير راكنجكتر، وممكن هي نفسها عاملها راك كامبينيون. فهي نفسها المنصة يكون عليها راك راك عفوا محرك اللي هو عليه البينيون، والراك مركب. فاهمين الفكرة هاي؟ مسنن، بكون في مسنن زي فرض. يعني نفترض هاي البلاتفورم، او خليني افترض هاي البلاتفورم. البلاتفورم بدي احرك اكس وواي. نيجي بنركب هون راك مسنن، طبعا مش رح تكون الحركه تبعته فخمه، ليش؟ فايبريشن، رح يعطيني فايبريشن، لوت اوف فايبريشن. وبركب هون كمان واحد، المنصه نفسها بركب عليها هون، وبركب عليها هون محركات تتحرك. يمكن ما يكونش هذا احسن تصميم، بس هذا بيسمح لي اني اصير اتحرك بهذا الاتجاه، هي ديجري اوف فريدم، واتحرك بهذا الاتجاه. شو هذا بنسميه؟ تي بي بريزماتيك، بريزماتيك 2 ديجريز اوف فريدم. اللي هو بنيناها. بعدين انا هون غيرت المنصه، رفعت البوما 560 25 انش. ليش رفعتها؟ لانه هي الها العمود هذا، بس احنا العمود كنا نهمله. وين كنا نحط الاوريجن تبع الفريم؟ فوق. اذا بتطلع على الرسمه، اذا لسه موجوده هيها، هاي المسافه احنا اهملناها في الموديل. بس انا هلا بدي استفيد منها، ما بدي الزق هاي، واصلا ما بقدرش الزقها على البلاتفورم. فالبلاتفورم هون، حتى الزقها على البلاتفورم رفعت البيس تبعتها. اوكي، فاستفدت من 25 انش، 25 انش اللي هي تقريبا قديش؟ 75 سنتيمتر. فرفعنا البوما هون 75 انش، هيها 35 30 عفوا 30 انش في 2.5. عملت هلا بوز، بعدين هون بنيت البلاتفورم، بنينا البلاتفورم من هون اللي هي 2 ديجريز اوف فريدم، وسميناها بلاتفورم، بعدين شبكنا التنين مع بعض. خليني اعمل رن هلا، المفروض نقدر نعمل رن اظن في بوزز هون. هاي البي 560 لسه مش هيك، وهي البلاتفورم 2 ديجريز اوف فريدم. اوكي، كيو 1 كيو 2، كيو 1 كيو 2 بالحاله هاي شو هم؟ دي هي دي، يعني هون هاي الفاريبلز صاروا، هاي بطلت فاريبلز، هاي كونستنت وهاي كونستنت. هلا ركبناهم الاثنين على بعض بلاتفورم. بلاتفورم انا كان لازم اسميها شيء ثاني، مش كويس اني اسميها بلاتفورم كوبي، كان لازم اعطيها اسم. 8 اكسس اوف 8 اكسس بي بي 6 ارز ستاندرد ديفيشن روتيشن. هاي اعطاني هاي كل هذول، هذول الاثنين هاي لاحظوا، هذول الاثنين فاريبل، وهذول السته فاريبلز. لنحاول نعمل هلا هاي المفروض ايش ترفع لي بالسيستم؟ مانيبيولابيلتي، مانيبيولابيلتي لازم تصير احسن. فهي انا هون عامل لها انيميشن بحيث انها تتحرك من مكان لمكان. هي الاكس والواي الجداد، اوكي، فتحرك من مكان لمكان لانه انا طالب انه يروح على مكان ثاني. هلا اظن انا عامل انا ناسي هدول ايش اللي طالبهم هون، بس انا بدي اظن اطلع بالاخر مانيبيولابيلتي. ممكن اعمل باث ثاني او شيء. هذا باث ثاني مش واضح زي هذاك. اوكي، خليني اشوف اذا بقدر اجيب المانيبيولابيلتي. كان المفروض اني كاتبها هون. هيها. هلا ما بعرف اذا هو محلش كيو سي 1 وكيو سي 2، بعرفش اذا بطلع لي مانيبيولابيلتي. خلينا نطلع المانيبيولابيلتي تبعت البي 560.
هاي اعطاني manipulability 0.1143 لمين؟ للبوما 560 الاصلي بيقدر يوصل للنقطة هاي بس كأنه manipulability منخفضة. خلينا نشوف اذا بقدر اجيب الثاني. ارتفعت من 0.1143 ل 0.6229. هذا بجنبني مشاكل كثيره وبيسمح لي اني ابعد عن السنجلاريتيز. رح تشوفوا في مشاكل، احد المشاكل اللي موجوده في اي روبوتك ارم انه في مناطق معينه او باث معينه رح امر فيها في سنجلاريتي. اذا بقدر اتجنبها برفع المانيبيوليبيليتي تبعت السبيس تبعت الورك سبيس، فبصير عندي فاليوز اعلى من المانيبيوليتي. هذا السبب اللي خليني استعمل 8 degree of freedom. نعم.